يا ذا وجه الصباح بما أناديك، بأي حسن فيك، بأي الخصال النورانية من شهب الرضوان، بأي الخصال الرسالية المزركشة باخضرار الألوان. يا ذا وجه الشمس على عتبات منتصف النهار تتعمد الضوء هي، وأنت على سجيتك ترسله بلا غاية إبهار، بل في كنهك وكينونتك الحسينية أن تكون الكون والمدار. يا صدر صدر البحر يحتضن الغروب، يستقبل المساء يرشده في الحالكات من الدروب، ويغرق الليل في سواد ردائه، وينزوي خلف عباءته، فكل السواد أسود إلا الأسود المعلق على عمامته كعبة القلوب. ففيك كل عزم الإشراق ونهارات الاشتياق ومساءات الانعتاق، وحياتنا إسراء من العتم إلى النور ومعراج، وأنت البراق. موسى الصدر، موسى الصدر هو السؤال عن سبب العطاء، موسى الصدر هو الجواب عن أصل الانتماء، موسى الصدر هو اختزال قوافي الأبجدية في وصف رحمة السماء.